السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم. بابا خو صفات لاله فاطمه المهم ان شاء الله في وصفه جديده. قبل ما نبدا الفيديو كما العاده ما نساوش تدعموني باللايك ديالكم باش تشجعوني، ولا كنت اول مره كتشوفوني فما نساوش تشتركوا في القناه، كذلك فعلوا الجرس باش دائما تصلوا الجديد ديالي. دابا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات فغنحتاج هنايا 3 ديال البيضات اللي يكونوا متوسطين درجه حراره المطبخ، كذلك غنضيف هنايا كاس قرن 4 ديال السكر سنيده اللي هي 112 غرام، وغنضيف هكا واحد القفصة ديال الملح غير شي شوية، وغنطحن جميع المكونات في الخلاط. وهنايا من بعد ما طحنتهم هكا تقريبا واحد دقيقة ما كاملاش كيتغير من اللون واحد شوية، دابا غنضيف المكونات المتبقية. غنضيف هنايا كاس ونص ديال الدقيق اللي هي 150 غرام. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش الميزان، فالكؤوس ديال العنبة ملي تكونوا كتعمروهم عمروهم غير بالملعقة باش الكاس كيعطيكم 100 غرام بالضبط. كذلك غنضيف هنايا معلقة كبيرة ونص ديال الكاكاو المر، من الأفضل تستعملوا كاي شي نوعية اللي كتكون زوينة باش هكايا كنحصلوا على المذاق. ودائما الدقيق كنخلوه، وكذلك الكاكاو أي حاجة كنستعملوها كنغربلوها. كذلك غنحتاج هنايا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، كما كتشوفوا معايا المعلقه عندي ما عامراش مزيان على هذا الشكل، تقريبا هكايا واحد 6 غرام. وغنضيف هنايا معلقه كبيره ديال الخل، الخل العادي سواء الخل الابيض او الاحمر، وغنخدم مره اخرى جميع المكونات. وهنايا بعد ما كنطحن جميع العناصر تقريبا هكا واحد 30 ثانيه غير كيختفى الدقيق، وفي اللحظه ما كيبقاش تكتلات. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، كيكون على هذا الشكل، كيكون هكا القوام ديالو تقريبا بحال القوام ديال الكيك، وفي نفس اللحظه ما فيه لا تكتلات لا والو على هذا الشكل هذا. وفي هذه المرحله هذه فغنحتاج قرعه اللي تكون فارغه، غنجيب الغلاقه ديالها وندير فيها هكا واحد التقيبه، كندير هكا التقيبه غير بالعود ديال الشواء، كنديرو فوق البوطه كنخليه حتى كيسخن مزيان على هذا الشكل هذا، وغنعمر الخليط ديالي في القرعه. بالنسبه لهذا الخليط هذا اللي درناه ما فيه لا زيت ولا زبده، وهكا كتكون القرعه ديالنا واجده. دابا مباشره ندوز باش نطيبو. بسم الله على بركه الله، دابا مباشره غنبداو الطياب، نوريكم بعدا النار كيفاش خاصها تكون. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا النار مهيله لاقصى درجه. المهم بعد ما كيسخن المقله ديالي مباشره كنوضع الخليط. بسم الله على بركه الله، كنضغط على القرعه مزيان باش هكا العجينه كتخرج، كندير غير واحد شويه ديال العجين، ما كنكثرش بزاف باش هكا ما يجيونيش كبار. وبالنسبه للحجم فكيبقى على حسب الرغبه، بغيتو كبروهم ولا صغروهم. ضروري كما قلت لكم ما تخليوها هكا النار مهيله باش هكا كيطيبوا على خاطرهم وما كيبقاوش معجنين من الداخل. مهم كما كتشوفوا معايا في الجهه الاخرى درت كذلك مقلاه اخرى باش هكايا كنسرعوا العمل. حتى هي كندير فيها الخليط بنفس الطريقه. وهنايا بعد ما كيبانوا لي هكايا بداو كيتحمروا من التحت شويه، كنجي وكنقلبهم. كنراقبوهم حتى كيتحمروا من الجهه التحتانيه باش هكايا كيكملوا الطياب ديالهم. وهنايا بعد ما طابوا كنحيدهم. مهم اهم حاجه نوصيكم عليها هو ان النار خاصها تكون مهيله، يعني قريبه تطفى باش هكايا كتحمر على خطره وكطيب من الداخل، حيت الا كانت هكايا النار مجهده فغيتحمروا لكم بسرعه وغيبقاو معجنين من الداخل. وكذلك كنراقبوهم حتى كيتحمروا، خصوصا هما كحلين يعني كنردوا معاهم البال. هنايا بعد ما طيبت الكميه اللي عندي كامله على هذا الشكل، هنايا عندي 100 غرام ديال الشوكولاته مذوبه ذوبتها في حمام مائي، كذلك غنحتاج جوج معالق كبار ديال الحليب اللي يكون ساخن، وكنبقاو نضيفوا الحليب غير بالتدريج. المهم تبعوا معايا ان شاء الله باش تفهموا. بالنسبه للحليب كنضيفوا هكايا المعلقه الاولى وكنبقاو نخدموا، وكيبان لنا هكايا الشوكولاته بدا كيخسر، لكن واخا يبان لكم هكايا انه الحليب بدا كيخسر زيدوا حركوا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا كيولي هكايا بحال اللي مكتل.
كما كتشوفوا معايا دابا تبدل القرار ولا كيلزج. عندك كذلك ملعقه اخرى كما قلت لكم الحليب كيكون صافي. هذه هي لاصوص ديالنا كتجي على هذا الشكل. بالنسبه لهاد لاصوص هادي فغنخليها حتى تبرد، يعني غنخليها تقريبا هكا واحد 5 دقائق عاد ندوزو باش نخدمو بها. بسم الله على بركه الله. كناخذ هكا واحد الحبه كندير لها واحد شويه ديال الشوكولاط لداخل، كندير وحده على وحده، كنحاول هكا ندير يعني الحبات اللي كيتشابهوا يعني قد قد باش هكايا كتجي الحلوه مفينيه. بالنسبه للحشوه يمكن لكم ديروا اي حشوه كتفضلوا، مثلا ديروا الشوكولاط ديال الدهن اولا ديروا المربى، يعني اللي بغيتوا ديروه ديروه. وهنايا بعد ما درت لهم الشوكولاط كاملين وغنحتاج هنايا الشوكولاط الحالي عندي مذوب، عندي هنايا 250 غرام، نضيف لها معلقه صغيره ديال الزيت باش هكا الشوكولاط ديالنا كتولي هكا في واحد اللمعه. وغنحرك بسم الله على بركه الله. غنبدا نغلف الحلوه ديالي، كنوضعها هكايا بالشوكولاط. بالنسبه للشوكولاط لويتو هكايا الحلوه ديالكم ما تهزلكمش كميه كثيره ديال الشوكولاط، خدموا هكايا الشوكولاط هو حمام مائي باش هكايا كيبقى محافظ على السخونيه ديالو. وهنايا غنجيو غنحطهم بواحد شويه ديال الشوكولاط، كذلك غندير لهم واحد شويه ديال السكاكير. من الافضل هاد السكاكير هادو الا كان الجو بارد غير تخطوهم قبل ما تكملوا التخطاط ديال كلشي ديروا السكاكير. انا هاد جوج هادو اللي درتهم قبل يعني ما بغاش يلصق لي فيهم لحقاش الجو بارد الشوكولاط دغيا كينشف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا معايا فكيجي الشكل ديالها رائع، كيجي هكا واحد الشكل اللي مميز ما فيها باس. الا كان كيجي عندنا شي ضيف ولا شي حاجه نزينوا الحلوه بهذا الشكل هذا، كذلك نزينوها غير في المنزل ديالنا ونفرحوا الاطفال ديالنا والاسره ديالنا. كيجي صراحه المذاق ديالها لذيذ بزاف وكتجي هكا مختلفه على الحلويات العاديه. بسم الله على بركه الله. دابا نوري لكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي صراحه رائعه، كيجي هكايا فيها الحشوه ديال الشوكولاط من الداخل. بالنسبه لهاد الحشوه ديال الشوكولاط ما كتجيش هكايا جالسه من الداخل، كتجي هكايا طريه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيده ان شاء الله الا جربتوها فغتعجبكم بزاف لحقاش فعلا كتستحق التجربه، كتجي هكا واحد الحلوه اللي لذيذه ومميزه. المهم دابا مابقى الا نودعكم، لعجبكم الفيديو ما نساوش تدعموني باللايك ديالكم باش تشجعوني، لو كنتو اول مره كتشوفوني فما نساوش تشتركوا في القناه، كذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديالي. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.